تبارك الله تبارك الله، رحلت المغرب كله صافي. المهم البنات يلا ديشارجينا الطوموبيل، حاولت انني نحط كل شيء هكا قدامي قبل ما نرد كل حاجه لبلاصتها، لان غادي ننسى شنو جبت شنو اللي ما جبتش. باش نوريكم هكا كل حاجه نرجعها لبلاصتها. غادي نبدا في هذا الطاجين. الطاجين قصته قصه، شحال وانا كنقلب على طاجين بيض وكيطيب ما لقيتو الصراحه، ما لقيتو لا هنا لا في المغرب، حتى العطاره العطاره تن دوك صحاب الطين، ومشيت الولجة عند نفس لا يعني بلاصه الطواجن داكشي. المهم حتى بلاصه ما لقيت فيها هاد الطاجين بيض من غير واحد المحل في اكدال سميتو ديريكتيزين، غاليين شويه. مره اخرى كنت غادي نجيبو وجاني شويه قاصح حتى الثمن، ما دخلتش ليا راسي انا ناخذ الطاجين الثمن، لان مول في الطاجين ما كيفوتوش فيه كاع يعني الكبير ما تفوتش فيه 40 درهم 50 درهم. المهم لقيتو هاد المره جبتو معايا، قلت والو طاجين بيض غادي نجيبو معايا، ولكن واخا ما كيطيبش كتحط فيه، على ذلك خديتو كبير، واخا راه كبير في الاول كنقول ناخذ الموين لا ناخذ الكبير، في الاخر قلت هذا غير ديال الحطه، يعني ما نحطوش ديما منين نكون غير انا وراجلي، يعني حتى يكون عندك شي حد ولا. خديتو ب 300 درهم، اما 280 290 المهم شي حاجه هكا، ما فايتش 300 درهم، ما بين 280 و 300. المهم واخا ماشي كونفانكو، لان بغيت الطاجين كيطيب، والطواجن اللي كيطيبو كنلقاهم سوغ انترنيت كيديرو 100 يورو حتى 150، قاصحه بزاف بالنسبه ليا انايا. فمهم خديت هاد الطاجين من عند ديريكتوزين، وهذا اللي حداه مجلج، هو دي كونسيي هذا مجلج يطيب فيه، ولكن هذا لقيته عند الوالده عند ماما كطيب فيه، يعني مرودي ديجا راه خديجا خدام، هذا مرودي قلت لها كيطيب كيطيبو زوين، خديته عطاتولي. وهذا خديته من ديال الطين قي مغبر، ديال الطين فيهم هاد الجديدات فيهم الحديده من تحت، نحاول نوريها لكم. ولكن انا مشكلتي مع هاد الطواجن فهم حقا صحيين، ولكن كيكون فيهم واحد الريحه واحد النسمه شويه مجهده، ما كتعجبنيش في الطياب نهائيا، حتى الماكله اللي طيب فيها ما نقدرش ناكلها، داكشي علاش انا كنفضل هاد المزلجين. وراه ديجا عندي جوج مزلجين هما اللي كنطيب فيهم، واحد شق واحد مازال كنطيب فيه. هاك فوالا هادو بخصوص الطواجن من ديريكتيزين. خديت حتى هادو ديال هكا تدير فيهم البيض ولا باستا ولا، كانوا عندي ولكن ما كيطيبوش فوق البوطه، هادو كيطيبو فوق البوطه، خديت منهم جوج كيديروا 30 درهم. طويسلات ضروري المعن، وانا مع البيض كيعجبني البيض بزاف، خديت هادو هكا فيهم هاد الوريضه كتبان لكم، خديت الكبار ديالهم هما هنايا لتحت، خديت الكبار بحال خديت غير 4 كبار و 6 صغار، كيجيو هما واحد في قلب واحد، ما خديت الكبار غير 4، الكبار 25 درهم والصغار 13 او 15 درهم، مع كازوينين كارين بونتير. خديت هادو هاد الشكيله هكا، المهم راه الورده راه ماشي نفسها، هانتوما الورده راه ماشي نفس، هانتوما راه كل وحده وكيفاش، ما ماشي مشكل تنوعك زوين. خديت هادو خديت منهم 4، وهادو الطوال هادو البنات 5 دراهم زوينين، وهادو الطوال هكا خديت جوج، هاو راه طوال ورقاق، خديت جوج ب 20 درهم كل واحد. وكاينين هادو انت باش نوريكم، كاينين هادو عراضين شويه
تما خديت منهم جوج كيديروا 30 درهم او 40 درهم ما عرفتش عقله صراحه. درت منهم هكا جوج. هادو راه يصلحوا حتى للحطه الا تحط شي حاجه يعني حطه موديرن، لا تحط شي حاجه باش تبدل على الشكل الداير. وهادو لقيت حنا ممكن تيجيو فيهم منتو هكا جهز تيهزو ثلاثة. بغيتي تحط هكا الزيتون ولا لاصوص ولا كيجيو زوينين. هادشي منعاودش ليكم البنات شحال تقيل تقيل تقيل. لا الباليزة اللي كان فيها هادشي طلعنا جوج الناس سيغتو عندنا الدروج. دونك فوالا دائما في الابيض ديال البصلات هادو. هادو صراحة ما شريتهمش، كنت شاريهم انا شحال هادي كانوا في دارنا وماما شافتني كنشري هكا في الابيض قالت لي هاكي ديري هادو بنتي راه ما كيصلحوش ليا انا. انا ما كنتش من العاكزين حتى واخا حتى البنات هاد القريعات راهم دايرين ضجه في السوق اللي تيبانوا لك زوينين هكا اللوينات. انا ما خديتهمش للعطريه، عندي ديال العطريه ندير فيهم بحال هكا داكشي ديال الاعشاب الزعتر وداكشي كامل اللوينات. خديت ثلاثه هكا مفردين، خديت سته في المجموع كيديروا 5 دراهم. هنايا الحلوه هادو طبعا هادو تا هما ما يمكنش تدوز من السوق ما يبانوش ليك. ورخلا 5 دراهم ديال الحليوات هكا ديال الشوكولات. خديت هادي اوفال، هادي دايره طويجين حليوه ديال الطويجين ان شاء الله نجربهم معكم. وهادي فيها فراشه، فيها فراشه ما عرفتش كتبان لكم. وهادو لي مول ديالهم، هاو ديال الطاجين، هادي ديال الاوفال، والاخرين كاينين دايرين راهم عندي. خديت حتى هاد الطابع هذا ديال الوريضه بلاتي باش يبان لكم. هذا هكا كدير الوريضه وكتخرج. وهادو مكتوب عليهم ماذا فيه مبروك زياده وفيه بيبي هنايا زوينين كتخرج لك هكا الكتابه هذا فيه مبروك زياده كيف قلت لكم. وهذا فيه عيد مبارك هكا كي تحتاجو. المهم هادشي انا واخا العيد راه معاد فاتو ولكن واحد النهار ممكن انه تفضل انه يكون عندي سورتو ان هنا ما كاينش هادشي. هنايا خديت هذا ديال الليمون، هذا ما عقلتش على الثمن ديالو، خديته من مرجان كنتي 80 درهم. فيه هكا الكبير والمويان والصغير كيجيو زعما دير بهم بيس مونتي او ممكن تخدم بهم غير هكا فردي شي حاجه كاري. ما عنديش ليمون كاري داكشي علاش خديته. وهنايا خديت هذا ديال الحلوه كتقطع به، هذا خديته ب 30 درهم. كاين مغلى يعني كيكونوا زوينين ولكن انا هادو عجبوني سامبل. هادو راه ماشي دجاج غير بلاستيك ولكن زوينين. فوالا هنايا هاد المبخره عجبتني هاد المبخره هادي ديال العود كتجي هكا ديال العود. فيها هنايا هاد المجير دير فيه زعما البخور ديالك، راه ديجا دايره فيه هنايا شويه ديال العود اللي كنت واخده. وهنا كدير هاد الجمر حتى هو شريته، هذا الجمر كديرو هنايا وكدير البخور ديالك. عندي ديال الضو عجبتني هادي هكا هاد الشكل. وهنايا هذا البخور من الامارات، جبتو ليا صاحبتي من الامارات، كنقول لها شكرا بزاف من هذا المنبر الا كتشوف في الفيديو ديالي. ها هو هذا عود معطر
انا ما يمكن حمق على على ريحه العود. كبالا هادشي اللي كان في المعن، لا باقي المعن باقي هادي ديال الثومه، هكا كتقطع بها الثومه. واخا انا الثومه طريقتي فيها راه كنطحنها مع زيت العود وكنخبيها هكا في قريعه الزاج في الثلاجه، ما كنطحنش الثومه، ولكن المهم خديتها. وهذا الطرح ديال الخبز، ديال الخبز ديال البيتزا ديال المهم كيعاون هكا. هادو صراحه ما عقدتش الثمن، 10 دراهم 15 شي حاجه بحال هكا من السوق. خديت هادي الطويجنات ديال الطاجين، كتجي تحت من من الطاوه ولا الطاجين. عندي هذيك اللي فيها اليد ديال الخشب، حق ما ننصحكمش بها، دغيا كتحرق خفيفه. هذه كتبان لي ثقيله، نتمنى انها تبقى هكا. الاخرى هذاك الخشب كيتحرق دغيا كيتحيد. خديت هذه من مرجان، لقيتها رخيصه 10 دراهم، خديتها ديال هكا ديال كتصفي بها الا كانت شي حاجه شي مغميت عندك فيها الماء بحال لي بات، ولا كتحيد الماء وكيبقى هذاك لداخل بلا ما يبقى يطيح لك. زوينة لقيتها ب 10 دراهم. هتقولوا لي حتى شويه واخداها شويه ما شديتهاش، وفاشرينا هادشي ديال العيد بزاف وبقات هادي ما تحتاجتش. عطات هادي يا ماما، قالت لي كيما نحتاجهاش وانا ما نقولش لا طبعا. قبالة وزوينة، زوينة لا كاليتي ديال هادي، تقيلة ماشي بحال شي وحد الناس كيكونوا خفافين. هنا خديت هادو ديال الحلوى، شوف شحال زوينين اللوين داكشي ذهبي، 140 ريال 7 دراهم او 8 دراهم، خديت منهم هكا 4. وهنا خديت هاد كيكي يقولوا لهم حسكات، ماشي حسكات، ما دو كيداروا فيهم شميعه الداخل. هادو خديتهم لين شفتهم شاعلين شحال عجبوني. كيجيو زوينين، واصلا التريال اللي عندي في الصالون في هذا الشكل هذا. هادو خديتهم نديرهم هكا جنب التلفازه، ومني كيديروا فيهم شميعات كيعطيو منظر زوينين. هادو نو ما عقلتش على الثمن ديالهم، خديتهم من مدينه الحسيمه، كينزلوهم هكا في الارض ويشعلوا فيهم الضو شحال كيعطي واحد المنظر زوين. اكيد شويه ديال الحلوه غنوريها لكم غير من هنا، لان حيدتها من الكرتونه باش ما تبردليش. المهم شويه ديال الكحك، شويه ديال كعب الغزال، وهنايا شويه ديال غير شويه ديال التدويقه وصافي. ما حلوه زوينه صراحه، خديتها من عند واحد المحل كيديروا داكشي يعني لوز ماشي مغشوش. هنايا هادو كيعجبوني، كنت كنسيق بهم في المغرب، خا هما مجهدين شويه يعني ما خصش تكثر منهم لان ريحتهم شويه مجهده، ولكن زوينه يعني ما تكثرش منهم وصافي. خديت غير هكا هادو ديال الفاني، وهذا ما عرفتش ديال لو ماشي ديال الفاني، هذا ديال البابنوش، المهم ريحتهم زوينه، هذا ما عرفتش ديالاش. ماد الورد طبعا، كنش نمشيو للمغرب ما نجيبوش ماد الورد. هادشي البنات واش كيبان لكم هادشي ولا لا؟ ماد الورد ديال الوجه والعينين، هذا راه مزيان كيدير 20 درهم، هذا زوين. هذا خديت اللي كيحكوا به اينوكس وداكشي ديال البرارد، كيكون كيتباع عند مالي البرارد، لان عندي شي سوينيات وداكشي شويه بداو كيكحالو، خديت نحكم به. هي هاد لي باني هادو زوينين هكا، شويه ديال الاختزانه مغربيه، واخا ماشي جلد اكيد. هكا فيهم ثلاثه كيجيو في الحمام تحط فيهم كاليبو. وهنايا هادو لي تروس كيكونو تاهما ثلاثه،
هذا 50 درهم، هادو يمكن 30 او 20. وهادي باش نكسكسو نديرو الكسكاس. هادي ديال الجلده ديال الكسكاس، كتنفع لان الا ما كانش مسدود كيخرج البخار. هنايا شويه ديال الزيوت، هادي زيت الافوكا، عندي هنا زيت الافوكا، زيت الكوكو، جوز الهند، هنا زيت اللوز، وهذا زيت الخروع، وهذه خديت صابون بلدي بصابون بلي زيكستري دورانج، واي بفلور دورانجي، يعني بالزهر، واي بالزهر زوين غيكون. زوين غيكون لان باقا ما جربتوش، ما غيكون زوين. سورتو عندنا صابون البلدي ما بقيتش كنجيب صراحه، الا ما جبتوش هكا في البواط ما كنجيبوش داك اللي كيتباع، لان دغيا كيسيح ليا وكيدير لي حاله. هادو ديال خديتهم من عند لي زافريكا اللي كيكونوا كيبيعوا، هادي بور دو كاريتي، وهذا حتى هو ديال كاريتي، ايدغات لابو، شويه ديال لي سوار. خديت هاد البزيط مع البنات عجبتني. خديت هاد البزيط هكا غوتشي، صراحة لا كاليتي ديالو زوينة، واخا ماشي غوتشي ديال بصح، ولكن لا كاليتي زوينة فيه، اون ديغي جلد. 100 درهم هذا او 120 درهم خديتو من السويقة درباط. هنايا هادشي ديال الحلويات اللي كنجيب ستوك لان كيبقى ليا كيدي ليا مدة طويلة. هادو كناخد هادو د الكاكاو، هاد لي ساشي د الكاكاو هكا، لا كريم باتيسيير. هادشي كاين البنات ماشي ما كاينش، غير انا جي فيت كاينين شي حوايج كيكون فيهم جيلاتين ماشي هما هادوك، لا كريم شونتيي، وحتى الثمن يعني تما كنلقاه رخيص كنزعم كناخد. هنايا هادو خديت هاد البغيون ديال الحلوه، هادشي كامل دي كونسيي، ولكن شي مرات كتبغي تزوغ. خديت هنايا هذا الغوز والارجونتي والدوري، هادو ديال البغيون، هادو ديال الشوكولات، هادو تما بغيون ديال الشوكولات، خديت الدوري والارجونتي والغوز حتى هما، مسكا، شويه ديال الزعفران الحر. هنايا خديت هاد لي فخوي كونفي، خديت هادا اللي كاملين، هادو راه كامل فيغ، وهذا حتى هو يعني كامله الحبه، هذا حتى هو غوج، وهذا فيه هكا طريفات، فيه الغوج والفيغ ولو جون، كادو كيجيو في الكيكه زوينين. خديت هنا الجليكوز، الجليكوز كنحتاجو باش كنبغي ندير عجينة الشوكولا، كتجي اكيد حسن من عجينة السكر. هنا هادو لي زاغوم، هنا خديت الفاني الخوخ، واحد طلق ليا هذا ديال الشوكولا راه خرج ليا، واخا راه دايره له سكوتش خرج لي شويه، وهذا ديال الشوكولا اكيد الفلان ديال المغرب. هادو خديت هنايا، راه هادشي راه باقي عندي البنات، راه غير كنبقى جيب 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 هز في الاخر، وكنلقى هادشي كلشي متقلب به، باقي عندي فايته جايباهم، باقي كلشي عندي مي ولا دات ديالو ما كتكون طويله. هذا لو جولي سافور سيترون، هادي كيجيو فوق هكا شي غاتو كتبغي دير لو جولي من الفوق،
خديت هكا هذا فراوله وهذا سيترون كراميل فلون ديال الكراميل. شوفوا قداش اول مره غادي نشوف بكيه ديال الفلون قد هكا في 80 لان البنات هذا كنحتاجو بزاف. ملي لقيتو هكا غران فورما عجبني كنخدم بزاف واحد الحلوه بهاد الفلون كراميل وجربتها بالفلون ديال هنايا وما جاتنيش. واحد الحلوه راه مشهوره المهم انا كتعجبني بزاف كتجي بحال الموس وشوكولا يمكن راه تعرفوها. وكنحتاجو بزاف لقيت هذا هكا غران فورما كيدي بزاف كيدي شي 30 درهم هذا 30 او اكثر ما عقلتش صراحه بالضبط. ديليسيا هذا حتى هو كيصلح للحلوه شي ديال وتا هذا خديت ديال الحامض تا هو يجي في شي كيكه ولا شويه ديال الجيلاتين ورق الجيلاتين. هادو ما كنلقاهمش هنا لقيتهم كبار في ايكيا فخديت منهم هادي راه فيها 500 هكا ديال الحليوات. وخديت حتى هادو العاديين زوينين هادو كتحتاجو نيدو نيدو كاين ماشي ما كاينش ولكن كنلقى لي بو وما كنستعملوش بزاف دونك بقى داك لو بو محلول وما كان في الاخر كنولي كله لايحه. لقيت هادو رخاصين ديرو 5 دراهم. هنايا هذا العسل العسل ضروري نجيبو شويه ديال العسل من المغرب خا كيقول لك حر ما نعرف لو اعلم يمكن دير النيه. وهذا شويه ديال املو انا جبتو لي خالتي من اكادير مش كانت شايه دونك فوالا فوالا ديرو التتمة ديال المشتريات. هنايا هادشي ديال العطرية شوفو من هنا واش يبان ليكم ايه هنا كلشي داكشي ديال العطرية اللي غادي نحتاج ولا كيدي ليا مدة طويلة. هنا عندي القرفة هذا الكامون الكامون كناخدو البنات هكا كيبان ليكم محبوب حتى كنحتاجو كنطحنو لان راك عارفين الكامون دغيا كتمشي منو كيمشي منو الجهد ديالو. هنا التحميره الخرقوم الابزار هذا تا هو القزبر خديتو هكا حبوب كنحتاجو نطحنو شويه ديال الحلبه كما ما يمكن كيبان لكم الثومه اكيد هاي جبتني نص كيلو ديال التومة نبق شي مرات كنتشاه خديتو. هنا عندي زعيطرة وهادي الخزامة هذا الزعتر صخري الزعتر وزعيطرة ازير انا قلت لكم كلشي اللي غادي يدي ليا مدة طويلة. هادي زريت الكتان هذا حب رشاد كيعجبني انا حب رشاد في الحليب كانت كديرو ليا ماما ملي كنت صغيره وديما كيعجبني داك المذاق ديالو. خديت شويه هذه القرفه قرفه عواد راكم شفتوها راه ماشي القرفه العاديه ديك الدايره كتجي زوينه النسمه ديالها في الماكله. هنايا هذا عشوبات تاعي خديت غربه كيا لويزا ها صافي هنايا هادو ورق الرند يعني ورق سيدنا موسى. وخديت هنا هكا هاد ورق سيدنا موسى مقطعين وهذا البقدونس واكيد كنور بيسيغ كنور راه ماشي صحي ماشي ديما كنديروه ولكن كاين شي كاينين شي ماكلة ضروري خصها كنور يعني دجاج محمر ولا ديت هذا تا ديال السمن كنديرو في كسكسو كندير شويه في كسكسو. وهنا شويه النسمه ديال الزعفران الحر
هادو كلهم زعفران. هنايا شنو عندي هنا؟ هنا شويه ديال التمر غير تضويقه، هادو شويه ديال الزبيب. هادي البنات حتى كتعجبني، هاد لي تشيبس اللي كيتقلاو في الزيت كتعجبني بزاف. هكا مره خديت واحد شويه، هاد الرابعه. وهنا شويه ديال الشريحه، هذا واحد شويه ديال الكونفيتور ديال الكرمون صوباتو ليا ماما. لا شكرا مال الترقيد اللي عندهم، راكم عارفين الكرموس في المغرب ما شاء الله الخير. هذا الخليع، هذا اللي حاله الخليع، واخا دايره له ميكا وميكا وميكا ما يطلق ليا واخا هكاك ليدان. وهذا هادشي ديال اسبانيا في الطريق، اكيد تدوز من اسبانيا وما تاخذش البطيخ في هاد لا سيزون هادي، كيشهي وتبارك الله زوين حلو. خديت هكا غير جوج، وخدينا العسل واحد البلاصه اللي كيكون فيها الزيت، خديت الزيت زيت الزيتون، عندهم زيت الزيتون زوينه صراحه، ولقيت عندهم حتى العسل. زيت الزيتون 5 لتر خديناها ب 28 يورو،